ليش عم تزعجينا؟ شو بدك قولي؟ يلي بدي اياه انكم ما تجوا لهون ابدا، وبدي اياكم تطلعوا من صالتكم كم باقيه فورا. اذا بتريدوا روحوا من هون. اسفه ما فينا نروح لانه اليوم يا سارلا نحن اللي حاجزين هاي الصاله تبعك. مو صح، انت ما حجزتي الصاله، حدا تاني هو اللي حجزها. ليش ما عم تفهمي اللي عم بقوله؟ طلبتي من حدا انه يحجز لكم الصاله؟ هداك الشخص حجز الصالة، حجزها كرمالكم انتو؟ كارينا انتي حكيتي حكي كتير كبير معي بالمجمع، حتى انك هنتين كتير، وانا يا سارلا ما قدرت قلك شي بوقتها، بس انا حطيت ببالي اني انتقم منك على اللي عملتيه، ولهذا السبب انا طلبت من المحامي يحجز لي هاي الصالة تبعكم. هلأ اسمعيني كتير منيح شو رح احكي. اليوم انتي وبناتك التنتين بتكون تعاملونا كتير منيح، مثل ما بتعاملوا كل الضيوف اللي بيجوا لعندك وقت بيحجزوا صالة كومكوم باكيا. رح تعملوا اللي أنا بقوله، إذا بقلكن قوموا وقفوا رح توقفوا وإنتوا ساكتين، وإذا منجي لعندكن ومنقلكن عدوا رح تقعدوا وإنتوا ساكتين، ولازم تستقبلوا ضيوفي وترحبوا فيهم، وما بدي يصير أي مشاكل. وبرجع وبذكرك إنه أنا اللي حجزت هاي الصالة، وتذكري شو دفعت أنا. لهيك لازم تعملي مثل ما بقلك، وانتي ما رح تعترضي ولا على اي شيء. لا مستحيل. ماما انتي حكيتي معهم مو؟ اجوا لهون بالغلط صح؟ اذا اجوا لهون بالغلط بيكونوا عن جد قليلين ذوق كتير. صار لهن مخلطين مو هيك بنتي؟ عم نسألك ليش ما انك عم تردي علينا؟ ماما يلا احكي، هن شو قالوا لك؟ ريتا ماما قولي لي وين حطيتي المصاري اللي سحبتهم من البنك؟ بدي اياهم فورا. ماما بقلب الخزانة تبعك. وين المفاتيح؟ شبك هن معي، مو انتي اللي عطيتيني اياهم. خذي هاتي. ماما دقيقة واحدة، شو عم بيصير؟ سارلا لك شو عم بيصير؟ ليش امي هيك متضايقة ومعصبة كل هالقد؟ طبيعي تعصب، هي شافت عيلة لوترا وكلياتنا منعرف انه وقت بتشوف اي حدا من عيلة لوترا رح تعصب كتير. شو هذا اللي عم بيصير؟ وقولوا لي شو عم يعملوا عائلة لوترا بالصالة تبعنا؟ بيجي أنا عن جد رح جن، هنن اللي طلعوا حاجزين الصالة عن طريق المحامي تبعهم، وهنن طلبوا منه يحجزها. حجزوا الصالة على التليفون، بدهم يعملوا حفلة الحنة تبع كاران وماهيرة. مو طبيعي شو محتالين جايين وبدهم يضايقونا. بسيطة، أنا رح روح ورجع المصاري وزتهم بوشهم، ورح تشوفوا كيف رح طالعهم من صالتكم كومباقيا. يا ماما استني طولي بالك رجاءً.